علامات من الاكتئاب دكتور؟ طبعا يعني هي عندها اعراض قلق، اعراض معصبه ومقلقه ومتى تنعس حتى لخمسة الصباح. يعني احنا قلنا على ان النوم اساسي، الناس اللي عندهم شقيقه كاملين حسوا ملي ما نعسوش مزيان ما يقدروش يتحسنوا تماما. ما كيجينيش النعاس هذوك. ايوا طبعا داكشي علاش حسك واحد المتابعه للاسف الشديد في ثلاثه الحالات، وكثير من الناس في المغرب يعني ما تكونش عندهم ذاك الفكره باش يتوجهوا عند طبيب نفسي ونشوفوا، لان هما ثلاثه الحالات عندهم مشاكل نفسيه كبيره. يعني سيده بشرى ضروري حصل واحد المتابعه، تعيش واحد القلق والعصب وتتكب راسها يعني تحت البزبوز وتضرب راسها، لانها هي معصبه كثير جدا. وهذه العصبيه هي تتمهد لها في القضيه ديال الحريق الراس ديالها وديال الشقيقه. ثم ذكرت واحد النقطه مهمه بالنسبه لرمضان، نستافدوا من المشاهدين الكرام على ان كثير من الناس في رمضان مثلا من اصحاب الشقيقه تتكون الشقيقه اكثر، ثم حتى كثير من الناس اللي ما تيكونش فيهم الام الراس تيكون فيهم حريق الراس في الايام الاولى. نعم. علاش؟ حيت يكونوا اكثريه الناس ما تينعسوش في رمضان مزيان، وداك قله النوم واضطرابات النوم هو اللي تتخلي داك الشقيقه او الم في الراس. فيما يخص السيده فتيحه كذلك، هي تنشوفوها مثلا بالخمار ديالها ومضاد الكحول واشياء، وربما احيانا يعني هذه الشقيقه ممكن تتوازى حتى مع الشخصيه ديالها. يعني هي تقول ما خصها تشوف حد، ما خصها تهضر مع حد، مع يمكن تكون انسانه حدوديه، ماشي اللي بدا. يعني احيانا تكون هذه الشقيقه مثلا ممكن تكون في الواقع، ولكن ممكن تستغل من طرف الشخصيه ديال الانسان. يعني هناك بعض الناس يكونوا حدوديين، طبعا هي قالت بعض الاشياء ايجابيه ما حصلت مشاكل الناس. هذه القضيه مهمه، هي اختارت كحل العلاج انها تنيك على المشاكل مزيان منه. يعني لان للاسف الشديد في المغرب الاكثريه العيال ما تجبروا ما تيديروا تيعيشوا بمشاكل الغير، فلانة دارت فلانة قالت فلانة هذا، هذه المشاكل ما خصناش ندخلوها. عامة أي امرأة ما خصهاش تدخل المشاكل، ما عندها غرض في المشاكل الغير. يعني خصنا نستافدوا من المشاكل ديال الناس باش ما ندخلوش المشاكل الشخصية. ولكن هي ربما كذلك عندها شوية كيما شخصية اللي أنها ما خصهاش ماشي اجتماعية بزاف، وأن ذاك الشقيقة تتواتيها في أنا أحيانا تنجبروا بعض العيالات ملي تجيو من ذاك الشقيقة وذاك الآلام وتيطيحوا كطريقه كذلك باش على ان الزوج ديالها اذا كان شي زوج متسلط او لا تيعذبها او لا كذا تيقدر يحن عليها، ينقص شويه على تيرجع داك لو سيمبتوم سكون ابل ان سيمبتوم بوزيتيف. يعني رغم ان داك الشقيقه هي سلبيه ولكن هي ايجابيه من ناحيه على ان داك الراجل يمكن ما يضربهاش، يمكن ما يكرفسهاش، ممكن يهتم بها شويه، ممكن يرحمها. لان كثير الحقيقه الدارجه تجبروا متسلطين. خصنا ننتبهوا ضروري على ان هذه الحالات الثلاثه تكون عندهم متابعه نفسيه. اذا العلاج دكتور هو المتابعه النفسيه ولا لكن ادويه؟ هناك بعض الادويه طبعا الشقيقه، ولكن السيده بشرى قالت كذلك ان فيها لازم تنعرفوا على ان لازم يعني هو ما يسمى المالادي بسيكوسوماتيك، يعني مرض عنده جانب عضوي وجانب نفسي، وما يمكنلوش لازم يتحسن عندها الا ما تحسنش الجوانب النفسيه ديالها. بحال مرض السكر هو يعني مرض بسيكوسوماتيك، بحال لوبيزيتي ستيكونوسمان. يعني السيده مثلا كذلك عندها شويه مشكل ديال السمنيه، وهنا ممكن طلع لها لا طونسيون ويتخلط لها الطونسيون مع الشقيقه. اذا هما ثلاثه حقيقه محصوم متابعه نفسيه. للاسف الشديد ما عندناش هذه النظره في المغرب، ملي تيكون الشقيقه تنمشيو الاكثريه عند العشاب، عند الحجام، اكوي، هذه الاشياء من القبيل، وهذه الاشياء تنصحوا الناس. وتيقول لك تلقاو على شي شويه وعد واش ما تيجيب لهم ربي. دابا يجيب لهم الله، وين قلتي الاعتقاد بشي واحد تيجيب لك ربي انه راه يبريك، ذاك الاعتقاد هو اللي تيبريك ماشي ذاك السيد اللي راه يبريك. ثم الشقيقه مثلا تتكون بار كريز، يعني تطلع ذاك لا كريز ثم تتهبط، تيمكن تمشي عند ذاك السيد تيكوي لها من بعد نهار يومين تتكون ذاك لا كريز هبطات، تيجيب لها يا ربي ذاك السيد اللي كولها هو اللي داواها، هو ما داواها ما والو، هي لا كريز مشات بوحدها. ولكن شات بشرى لما كضرب راسها مع الحيط، لما كدير روبيني وكتكب الماء بارد على راسها ولا الماء مجمد كتفوتها الحال. هنايا طبعا الانسان تتكون فيه الشقيقه تيكون الراس ديالو سخون، وهي تتكب الماء بارد، يعني لان تيكون ذاك العروق الفوقانيين ديلاتي. داكشي باش احيانا هناك بعض الادويه باش ما تيخليوش ذاك العروق اللي هنايا تحت لابواط كرانيان تحت الراس ديالنا ما يكونوش هكاك موسعين. هذا هو اللي تيعطي الحريق. ولكن هما يعني حتى نصحوا الناس تكون عندهم متابعه نفسيه. وتنصحوا كذلك يعني هذه الحالات ماشي اي واحد قالنا شي حاجه نديروها. للاسف الشديد عندنا في المغرب تتكون فلانه مثلا المريضه تقول لها سير عند العشاب الفلاني، سير عند الحجام الفلاني. لا ما حناش نتبعوا كل الناس. انا عايشه استاذ الخدمه اللي عندي انا النواحي ديال العشابي. وربما يكون عندك النواحي ديال العشابي تتبع الطبيب ديالك. واحد الدقيقه استاذ، شي ناو كيقولوا لي الناس دخلي عند فلان، دخلي عند فلان راه يدير لك
جامي. برافو عليك، ما عندي منزل. كندخلش لديك البلاصات نهائيا. الدارات اللي كيجيو عندي الناس انا كيقولوا لي الله يجزاك بخير، بغينا شي واحد كيدير هذاك الشيء، تنقول لها شوفي هذوك الناس راه سراقه راه كيسرقوا. هما الاكثريه تيكونوا نص. نعم. ثم ان العمل ديالها واحد النقطه اخرى ان تخدم النهار كامل في الشمس. الشمس وهذه القضيه واخا يكون الانسان طبيعي يخدم حتى ل 9 يجي يحرق الراس. اذا هما مادام عندهم الشقيقه احسن ما يخدموا في الظل. نعم، قضيه مهمه. طيب شكرا لك دكتور محسن بن يشو.